Tocando sua xereca. Cadu, 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 cadu. أحبائي سعيد لي صباحكم. ألتقي بكم اليوم من أجل الخطوط العريضة لأصحاب المسار رقم 2. مسار الحياة رقم 2 هو في الحقيقة هذا المسار كذلك جزء من مسار الحياة رقم 11، لأن صاحب مسار رقم الحياة 11 ينبغي عليه أن يمر بهذا المسار حتى يحقق غايته أو هدفه من الحياة. إذن أنتم أصحاب المسار رقم 2، في كلمة ملخصة، أنت صديق ممتاز وموضع سر عادل ووفي. قوتك في علاقاتك مع الآخرين، يعني أفضل ميزة فيك هو أنك قوي في تحقيق علاقات مع الناس. وضعفك في ماذا؟ في حاجتك ورغبتك الملحة للتناغم مع كل شيء. أنت في الغالب شخص ذو مظهر جسماني دافئ، يعني دابارونس شالوز، لطيف بطبيعة رقيقة ومحبة للآخر. لديك قدرة كبيرة على التكيف بسهولة مع المواقف والأشخاص. ترتبط بالآخر بسرعة كبيرة فائقة. لديك صداقات كثيرة بمن يحيط بك، دبلوماسي في كلامك، صبور ومتفهم في الإجمال. تجيد فن الصمت والإنصات للآخر. أنت تمثل أحسن شريك في العمل وأحسن عشير في الحياة، وتمثل بالنسبة للأشخاص صديق العمر الذي نحلم به ونتمناه إلى جانبنا. في حياتك ستحتاج دوما للآخرين لتحقق توازنك وسعادتك، لأنها في الغالب في معظم الأحيان مرتبطة بالآخر. ستكون زوجا مثاليا إن وجدت الحب من الشريك. من سلبياتك الرئيسية السلبية وترك الأمور في يد الآخرين وغياب التخطيط الإيجابي في حياتك. لديك العديد من الوجوه المختلفة التي توقعك في التناقض أحيانا في حياتك. نجاحك كشخص مرهون بدرجة خروجك من هذه السلبية، لذلك قد يأخذ، أقول قد هنا بين قوسين، لماذا؟ لأن هناك صفات أساسية إن وجدت فيك أو إن طورتها فيك ستجد مهمتك من الحياة. نجاحك إذن قد يأخذ بعض الوقت، فأنت طالما تعتمد في نجاحك على الآخرين للأسف لن تتسارع أو لن تتسارع لديك خطوات نجاحك. أنت مرتبط بالطاقة القمرية، يعني في الغالب أصحاب المسار رقم 2 هما طاقيين. أنت مرتبط بالطاقة القمرية مما يجعلك شخصا رومانسيا، صادقا، حنونا، محبا، يعني كل الصفات القمرية أو كل الصفات الين اللي تحدثنا عليها. تبقى دائما شخصيتك خجولة وبحاجة إلى التعبير عن نفسها. إذا افتقدت هذه الأرقام في حياتك، يعني هذه المسارات في حياتك، فحياتك ستكون صعبة نوعا ما. الأرقام هي 11 22 9 5 1، هذه هي المسارات التي ستساعدك في حياتك وسيكونون شركاء جيدين بالنسبة لك. في العاطفة أنت تحب الحب، يعني أنت شخص محب بالضرورة، وأنت تحب كل من يحبك وتهرب من الوحدة، لذلك ترتبط صغيرا في العمر حتى تتجنبها. حنانك وحساسيتك وخيالك سيكون دوما
في علاقات سيجعلك تبحث دوما عن علاقات حب مستقرة، يعني أنك ستنفر دائما من العلاقات السطحية أو العلاقات العابرة. وفي الغالب أنت لست متطلبا في الحب، يعني أنت لست شخصا مكلفا أو متكلفا أو متطلبا، فكل ما تريده من الشريك هو الحنان والعطف عليك. لذلك فزواجك في الغالب أو في العموم سيكون ناجحا وآمنا. وقوعك في دائرة العلاقات القصيرة والغير مستقرة سيجعل منك شخصا حزينا وتعيسا إلى أقصى درجة، لذلك عليك أن تتفادى ذلك. مطلبك من العاطفة أن تحب من دون شروط كما أنت عليه ببساطة، وإن وجدت هذا ستكون مخلصا لهذا الشريك أو لهذا الشخص. من مساوئ حياتك العاطفية أنها تخلو من المغامرة والمفاجأة، يعني الفانتزي، أنت شخص حياتك ليست بها، حياتك العاطفية دائما رتيبة ودافئة ورومانسية وليست فيها مغامرات وجنون إلى آخره، فانتزي بالفرنسية. في العمل أنت شخص، يعني في عملك للأسف أنت شخص لست طموحا جدا، يعني مش شخص يطمح إلى مناصب عليا أو إلى أن مثلا يشتغل على نفسه ليحصل على ما هو أحسن إلى آخره. يعني أنت بمجرد ما تجد عملا يضمن لك الأمن وراتبا يعني مقبولا أو معقولا ستبقى فيه. إذن قلت أنت لست شخصا طموحا جدا، في الغالب تبحث عن عمل يحقق لك توازنا في مجموعة ما من الأشخاص أو العمال، ولأنك تعمل بإخلاص، هذه هي قوتك، من دون مراقبة، أنت شخص تعمل بإخلاص من دون مراقبة، ستكون محبوبا من طرف أرباب العمل ومن زملائك. أحسن أعمالك في الحياة هو أن تكون وسيطا مثلا أو عميلا أو منتدبا أو أستاذا أو سكرتيرا إلى آخره، كل الأعمال التي تطلب الصبر والدبلوماسية التي هي مواهبك وقوتك. في الصحة، من مشاكلك الصحية الرئيسية القلق والاكتئاب النفسي، قرحة المعدة وضعف الكلى. حروفك الرئيسية هي البي اللي تعني الأحاسيس أو المشاعر، التي التي تعني الروحانية والعمق، والكاء التي تعني الحدس والإلهام، الانتويسيون و الانسبيراسيون. إذن البي تعني المشاعر، التي تعني الروحانية والعمق، والكاء التي تعني الحدس والإلهام. في غياب هذه الحروف التي تحقق لك ذاتك ستضيع للأسف مهمتك وهدفك من الحياة. أهم فترات حياتك هي تلك التي تمتد من سن 34 إلى غاية 52 سنة. أهم الأمور التي قد تجعلك تفقد السبل في الحياة والنجاح هي الكسل، الخضوع والسلبية. إذن عليك أن تتفادى الكسل، وعليك أن تتفادى الخضوع للآخرين أو الخضوع للمواقف والأحداث، وعليك أن تتفادى السلبية كذلك، يعني لا باسيفيتي، أنك تقول نعم أو أنك ترضى بأي شيء يفرض عليك أو أن ترضى بأي أمر يقال لك. في الأخير مثل العادة نكمل بأمر ظريف من الشخصيات التي تنتمي إلى نفس مسارك: بيل كلينتون رئيس أمريكا السابق، كلود موني وهو رسام مؤسس الإمبرسيونيزم، عندنا كذلك جون بول بيلموندو وعن ممثل، وعندنا كذلك البرنس شارل دانجلتير الأمير شارل، عندنا كذلك أني لينوكس وكريك ديفيد. وعلى هذا أحبائي أتمنى لكم أوقات سعيدة، إلى أن ألقاكم في مسار الحياة رقم 3.